السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حديثنا عن مدينة جميلة في أوروبا، وهي بوخارست عاصمة رومانيا. في هذا الدليل السياحي راح نتكلم عن أشياء كثيرة، من ضمنها موقع المدينة على الخارطة، وتاريخها أيضا، ومستوى الأمان، وهل بوخارست رخيصة، هل تحتاج بوخارست فيزا للسعوديين، العملة المستخدمة في رومانيا كم تعادل بالسعودي، هل رومانيا تصلح للعائلات، وأفضل وقت لزيارة رومانيا، والمواصلات والتنقل في بوخارست. كذلك راح نتحدث عن مطار بوخارست الدولي. أيضا راح نتطرق إلى أهم الأماكن السياحية في بوخارست، ولازم تمرون عليها، واللي أهمها هذه الحديقة. أيضا بعض المعالم السياحية راح نتطرق لها إن شاء الله في معرض حديثنا عن دليل بوخارست السياحي. بوخارست مدينة جميلة فيها العديد من المعالم السياحية، وهي الآن تعتبر من البلدان متوسطة التكلفة، ما هي غالية ولا هي رخيصة، لكن متوقع في السنوات القادمة راح ترتفع بسبب إقبال السياح من حول العالم على بوخارست. الأشياء المميزة فيها كثرة الحدائق والمسطحات الخضراء في المدينة، والاهتمام في هذه المنتزهات، وجعلها مقصد الكثير من أهل المدينة وحتى السياح الأجانب اللي يجونها من الخارج. فعلا يعني تحس أنك في مكان خيالي، يطلق عليها باريس الشرق أو باريس الصغرى بسبب جمال المكان. أيضا تطرقنا إلى أفضل الفنادق والشقق الفندقية، مجرد أنك ما تضغطون على من هنا راح تأخذك على موقع، تدخل بس تاريخ الدخول والخروج راح يعطيك أفضل الفنادق، وكل فندق على كم موقع الحجوزات، شوف الأنسب والأرخص لك منها، تلقى على بوكينج وعلى hotel.com، بدل ما تروح لواحدة واحدة، لا هذا كله أجمعها في موقع واحد. أيضا تطرقنا كذلك، تحدثنا عن أفضل المطاعم والكوفي شوب في بوخارست، العربية وغير العربية، الإيطالي والمأكولات البحرية والمأكولات العالمية، وذكرنا وش النقاط الإيجابية والسلبية لكل كل مطعم، وأحيانا يكون وين موقع هذا المطعم بالنسبة لمناطق بوخارست، مقسمة إلى 6 مناطق إدارية، وبعضها حتى ذكرنا إذا كان زي بعضها يكون قريب من المعالم السياحية، فأثناء مرورك مثل البلدة القديمة في مطاعم قريبة منك تقدر تمر عليها. أيضا تطرقنا أهم الأسواق والمولات في بوخارست. المول الأول هو أكبر مول في رومانيا كلها، والبعض يصنف أنه من أكبر الأسواق والمولات التجارية في أوروبا كلها، يعني مجموعة متعددة من المولات، والحديث عن كل مول تقريبا عن تاريخه وعن ماذا يتميز وأين تجد يعني هذه الأشياء. لكن الآن راح نتحدث عن هذا المنتزه أو البارك اللي مرة جميل وكبير وضخم، فيه أشياء كثيرة وراح نشوفها بالفيديو سوا مع بعض. بسبب ضخامة هذا المنتزه، البعض يشبهه بالهايد بارك في لندن، طبعا مساحته كبيرة جدا، ما بين مسطحات خضراء ومسطحات مائية زي ما انتم شايفين الآن، يعني الناس تمارسين المشي، ركوب الدراجات الهوائية، مختلف الرياضات. هذا هو موقعه على خرائط جوجل، شوف المساحة اللي يغطيها، مساحة ضخمة، شوف المسطحات الخضراء الموجودة فيه، وهو في وسط المدينة تقريبا، يقصد الكثير من أهل المدينة، من الرومانيين يعني، ومن السياح اللي يجونها من خارج، بس لازم تمرون عليه، أحد أهم المعالم السياحية. شوف المساحة اللي هو يغطيها ضخمة جدا، فيها مقاهي، مطاعم، وفيها أماكن ظل كثيرة ممكنكم تستمتعون فيها، ما بين الهواء النقي والظلال الجميل.
صراحة أنصحكم بعدم تفويت زيارة هذا المكان، تخصيص يعني يوم كامل، لا تأخذ معك شيء، لا فرشة ولا غيره، يعني مكان نظيف، هناك فيه جلسات وفيه كراسي وفيه كوفيات، أسعارها معقولة وما هي غالية. أيضا هناك يتوفر عندهم جولات بالسفن وبالقوارب، ممكنكم تركبونها وتروحون يعني داخل البحيرة وتتمشون تتفرجون على البحيرة والمناطق المجاورة لها. أيضا منطقة ألعاب أطفال راح تجدون هناك، أحيانا يكون في زي هذه الدوارة تكون موسمية هذه الألعاب، لكن ألعاب الأطفال بلاي جراوند موجودة، هذه إحدى السفن اللي موجودة هناك واللي تنطلق في جولة يعني على البحيرة. شيء جميل حلو صراحة. في مطعم مأكولات بحرية أنصحكم تجربته، أيضا إذا استطعتوا كان عندكم الوقت الكافي لذلك.